رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية علشان يبقى الكلام ليه مصداقية أكتر. برحب بحضرتك يا فندم. بيك مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة يا فندم. في إعلان عن إنشاء مزرعة سمكية بتكلفة 20 مليون جنيه على مساحة 50 فدان في محافظة الأقصر بقرية الهنادي بإسنا، يا ريت حضرتك تقول لنا تفاصيل هذا المشروع المبشر بالخير. الحمد لله كان لنا تعاون مع السيد محافظ الأقصر في مشروع استزراع سمك مكثف، نتج عنه ان المزرعه الحمد لله كنا بنفتتحها يوم الاثنين اللي فات. كان في هناك رغبه ان بالنسبه للمشروعات او المناطق اللي ما يكونش فيها استزراع سمك كبير زي محافظه الاقصر، كان يهمنا ان احنا ننشر فكر الاستزراع السمكي بانواع مختلفه، سواء استزراع السمك المكثف او الاستزراع السمكي شبه مكثف او استزراع السمك المفتوح. سياده المحافظ سمح لنا بتخصيص قطعه ارض حوالي 50 فدان، كان يهمنا ان احنا نعمل استزراع سمكي بكافه انواعه مع مراكز تدريب ومراكز بحثيه عشان ننشر الفكر الخاص بالاستزراع السمكي في هذه المحافظات التي لا تتمتع بالاستزراع السمكي وكانت تعتمد على الصناعه النباتي فقط. فكر الاستزراع السمكي المكثف في حد ذاته هو المنوط به الهيئه في الفتره القادمه عشان خاطر ان احنا نحاول نزود الانتاج وخاصه من الاستزراع. دي هي المحاور المهمة جدا بالنسبة لنا في الفترة القادمة. الاستزراع السمك إن شاء الله بالنسبة للمزرعة اللي موجودة في محافظة الأقصر في منطقة هنادي دي إن شاء الله هتبتدي العمل فيها ابتداء من 15/2، المدة التنفيذية بنتكلم على حوالي 9 شهور. إن شاء الله نتوقع إنتاج منها في حدود 150 طن من أسماك البلطي والمبروك والبوري إن شاء الله. دراسة الجدوى من هذا المشروع كلها مكتملة من حيث الإنتاجية والتسويق، الأصناف حضرتك قلت البلطي والبوري، عدد العمالة اللي هتشتغل في هذا المشروع؟ عدد العمالة احنا بنتكلم على حوالي من 120 ل 150 شخص بأنواع التخصصات المختلفة بما فيها العمالة. ولكن قبل ما نقول دراسة الجدوى يهمني في المقام الأول هو نشر الفكر بالنسبة للمحافظات اللي ما يكونش فيها استزراع سمك نهائي أو وتدريب العمالة على الاستزراع السمكي، لأن هي العمالة الناقصانة المدربة اللي تكون خاصة بالاستزراع السمكي. دي يهمني في المقام الأول تدريب، بنتكلم على حوالي تدريب 250 من أبناء الأقصر في المزارع السمكية على مستوى الجمهورية. عملنا لهم بعض الأماكن في المزارع القائمة حاليا في الوادي، وفي مركز تدريب هيكون في منطقة هنادي، برضه هيكون تدريب للمدارس الفنية الثانوية الزراعية هناك في محافظة الأقصر. إن شاء الله. من شهر تقريبا تابعنا مع حضرتك إطلاق حملة لإزالة التعديات داخل بحيرة المنزلة، ماذا تم في هذه الحملة؟ الحملات مستمرة في جميع البحيرات وخاصة مريوط وإدكو والمنزلة والبرولوس. يمكن ذكرنا في البداية أن بحيرة مريوط زاد فيها الانتاج بنسبة 35%. زيادة التعديات اللي موجودة في البرولوس نتج عنها زيادة 10,000 طن من الأسماك في خلال الفترة السابقة. كنا بنتكلم على حوالي 52,460 طن، وصل الآن الحمد لله الانتاج جالي يوم الخميس الماضي كنا بنتكلم على حوالي 62.1 طن. ففي التعديات ديت وزياده التعديات وتطهير وتعميق البحيرات بينتج عنها زياده في الانتاج وينتج عنها سمك صحي. بالنسبه لبحيره المنزله في خلال الفتره ديت ازلنا لا يقل عن 7,000 فدان كان تم التعدي عليهم. في معدات كثيره وفي حركه تطهير كبيره وخاصه المقاولين العرب تم اسناد له عمليه تطهير بغاز الشوم الجميل قديم. وبدا فعلا بتنزيل المعدات لتشغيله. في خلال الفترة الماضية أهم حاجة كان اللي تميز بيها هو التنسيق بين جميع الجهات. التنسيق ده كان غائب عنها دائما، وكان في كل بيشتغل في جزء منعزلة، ولكن استفدنا منها الفترة السابقة إن احنا كلنا بقى في تنسيق بيننا وبين الجهات، ودي أهم ما في الموضوع. إن شاء الله. أنا بتمنى لحضرتك كل التوفيق ومزيد من النجاح في مجال الثروة السمكية وتنميتها. الأستاذ الدكتور خالد الحسني رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، شكرا جزيلا.